إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا تحويه الأقطار، ولا يجري عليه ليل أو نهار، ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، دلنا على الخير فقال: ما علمت من خير إلا ودللتكم عليه، وحذرنا من الشر فقال: وما علمت من شر إلا وحذرتكم منه. فصلي اللهم وسلم وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، كنا نقرأ، ولا أخفي على حضراتكم أن هناك آيات من القرآن تستوقفني، وأردت أن أشارك حضراتكم في معنى رائع من المعاني. لما يقول رب العزة والجلال سبحانه وتعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. المعنى الذي أراده رب العزة والجلال أن يصل إلينا أن هناك خطب عظيم وأمر جليل سيحدث بعد قليل، وكثير من الناس عنه غافل، بل أن الله سبحانه وتعالى وصف غفلة هؤلاء أنها امتدت إلى قلوبهم، فقال: لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. في نفس الصورة، في نفس الصورة، وأنا لا أريد أن أخوف حضراتكم، لكن أنقل لكم ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. في نفس الصورة رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار. قال علماؤنا أنهم يوم القيامة هؤلاء الغافلون الذين لم يعتبروا، أخبرنا رب العزة والجلال سبحانه وتعالى في نفس الصورة تصيبهم نفحة، ولئن مستهم نفحة تلفح وجوههم النار في سورة المؤمنون، لكن ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة من عذاب ربك. قالوا أن الهواء الساخن الذي يخرج من نار جهنم لو مر على وجوههم لأحرقها. سبحان الله، مستهم نفحة من عذاب ربك، لا يقولون: يا ويلنا يا ويلنا. سبحان الله، يندمون على كل لحظة ضيعوها لم يتقربوا فيها إلى الله سبحانه وتعالى. أحبابي في الله، لابد أن نستيقظ من غفلتنا وأن نعود إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع ولعلك تعتبر، ولعلي أعتبر أيضا. كان رجل اسمه بشر، والقصة جميلة ورائعة، ويمكن أن تأخذها معك تقصها على زوجتك وعلى أولادك. بشر قيل عنه أشياء كثيرة، لكن القصة قالت أنه كان مسرف على نفسه، لهو، لعب، غناء، شرب. ثم لما كان في ليلة من الليالي، فإذا بشر هذا قد أسرف على نفسه وجمع أصحابه وشاركوه في الغناء وفي الشرب، ثم مر رجل فسمع الغناء والصخب من الخارج، فطرق الباب ففتحت له جارية، فقال: سيدك هذا حر أم عبد؟ فقالت: بل هو حر. فقال: صدقتي، فلو كان عبد ما فعل ما يفعل.
بشر بعد أن انصرف الرجل نادى الجارية وقال ما الذي حدث؟ من تكلمين بالباب؟ قالت مر رجل فسألني أأنت حر أم عبد؟ فلما أخبرته أنك حر قال صدقت، لو كان سيدك هذا عبد ما فعل ما يفعل. ففزع الرجل واستيقظ من غفلته وجرى حافيا خلف الرجل الذي أيقظه حتى أدركه، فقال أنت الذي جئت إلى بيتي وقلت كذا؟ فقال قال أعد علي، فأعاد عليه. فتاب بشر إلى الله سبحانه وتعالى، وقيل أنه كان يحتفي دائما وقال صالحني الله وأنا حافيا، عاد إلى الله وتاب وهو حافيا، فأكمل حياته حافيا فسمي ببشر الحافي. القصة تدلنا على أن الله يوقظ الناس من غفلتهم، والله سبحانه وتعالى يسبب الأسباب حتى يوقظ الناس من غفلتهم. هذه الأسباب قد تأتيك أخي في الله في صور مختلفة، قد تأتيك في صورة رجل ينصحك نصيحة لوجه الله، قد تأتيك في صورة حدث يحدث أمامك وتراه حادثة. يعني بعض الشباب مثلا، أنا رأيت شابا كان يسرع كثيرا وكان يقوم بعمل حركات بالسيارة ومخاطرات عظيمة، إلى أن رأى صديقه يموت أمامه في حادث، فتخيل نفسه في مكانه فقال ربما كنت أنا هذا الشخص، فتوقف. هكذا أيقظه رب العالمين بأن أراه شيئا. رب العالمين قد يجعل سبب إيقاظك من غفلتك رمضان على سبيل المثال. رمضان يأتي ليكسر عادات الناس ويوقظ الناس من غفلتهم وينبههم إلى أهمية الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كثير منا غفل، كثير منا ما تغير في حياته شيء في رمضان غير أنه توقف عن الطعام والشراب، وكما قالوا رب صائم لم ينله من صيامه إلا الجوع والعطش. كثير منا بهذه الصورة يصوم، معناها لا يأكل ولا يشرب، ولكن ما تغير شيء في حياته، قلبه ما زال متصلا بالدنيا، ما زال يرجو أن ينتهي رمضان حتى يعود سريعا إلى ما كان عليه، فهو لا يشعر بالراحة في رمضان، وهذا حال كثير منا. الله كريم وقد أكرمنا بالعشر الأواخر من رمضان، والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ادخر الخير كله في هذه العشرة. ربما الخير الذي في السنة كلها ادخره رب العالمين للعشر الأواخر من رمضان. وقد أكرمنا الله، سألناه قبل رمضان اللهم بلغنا رمضان، واستجاب رب العزة والجلال، الحمد لله رب العالمين. الآن نحن بصدد استقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، وفي هذه العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة هي خير من ألف شهر. وأنتم تعلمون والحديث في البخاري أن الله قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بموعد هذه الليلة وبتوقيتها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخبر الناس مستبشرا عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فوجد رجلان، وجد رجلين يلتحيان، يعني يتصارعان في مشكلة، فانشغل النبي عن ليلة القدر وإخبارهم بموعدها بمن يتلاحى مع أخيه، يتشاجر مع أخيه، فرفعت من ذاكرته صلى الله عليه وسلم، فظل يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا، فقال إنها في الوتر من العشر الأخير من شهر رمضان، في الوتر من العشر الأخير.
هذه رواية. هناك رواية أخرى حقيقة في غاية الأهمية، قالوا هي قبل نهاية رمضان بتسع أو بسبع أو بخمس، وهذا يجعلها في ليلة زوجية. أتدري؟ يعني أحاديث قالت هي في ليلة وترية، وأحاديث قالت هي في ليلة زوجية. طب ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ يعني بعض الناس يتذاكى على الله، وأنا منهم الحقيقة، يعني كنا شباب نتذاكى، قل لا إحنا نعتكف في الليلة الوترية فقط. لماذا؟ لأن ليلة القدر ستكون في ليلة وترية، فكنا نتذاكى ليلة الوترية نعتكف ونقوم بالدعاء، الليلة الزوجية يعني كأنها ليلة عادية ما في مشكلة خالص. الآن ما عندنا اختيارات، إذا أردت أن تدرك ليلة القدر فلا بد أن تعتكف في العشر الأواخر من رمضان، إذا أردت، لابد، إذا أردت، إن لم ترد هذا شأن آخر. يعني هل لابد أن آتي وأنام في المسجد؟ طب أنا مرتبط بالعمل. إن لم تستطع أن تأخذ إجازة أو معذرة نت إجازة أجازة من العمل وتبقى في المسجد، إن استطعت أن تفعل في العشر الأواخر حتى تصلي صلاة العيد معنا إن شاء الله، والله هذا يعني هذا أفضل ما يمكن أن تفعله. إن لم تستطع فالحمد لله، انتهي من عملك وتعال إلى المسجد وابقى حتى الصباح، أو اقضي ساعة أو ساعتين من الليل بنية الاعتكاف. جدد النية في كل مرة تدخل فيها إلى المسجد، حتى لو لصلاة التراويح، في نية في قلبك أنك معتكف، في هذه النية في قلبك اعتكف. لو حتبقى ساعة بعد صلاة الفجر نية اعتكف، هكذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ممن أصابوا ليلة القدر. وإذا جعلك الله ممن أصابوا ليلة القدر لن تشقى بعدها أبدا. عمل ليلة يقدر بألف سنة، يعني 83.3 سنة بليلة واحدة، لا تشقى بعدها أبدا بفضل الله. لذلك من فرط قبل العشر الأواخر ما زال هناك فرصة متاحة سانحة إن شاء الله. من أجاد في العمل وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فالحمد لله، هناك فرصة أن تستزيد. والحقيقة الذي يشعر بلذة القرب لا يسلى ذلك أبدا. والله من شعر بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى أراد أن يستزيد من حلاوة القرب. فالذين أجادوا وصلوا القيام وتقربوا إلى الله بالقرآن، إذا جاءتهم فرصة كهذه الفرصة والله تركوا الدنيا وجاءوا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أحبابي في الله، رب العالمين يوقظ القلوب من الغفلة. قلنا ربما تكون جملة تسمعها، حديث، آية من القرآن، شخص ينبهك ويذكرك، حدث. رمضان من مواسم الخير التي جعلها رب العالمين سبحانه وتعالى. المؤمنون دائما وأبدا إذا علموا بمواسم الخير يسارعون لينهلوا من معينها الصافي. لما تأتيك الفرصة رمضان لا تضيع هذه الفرصة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلموننا كيف ننهل من هذا المعين الصافي لما تتح لك فرصة، لما يفتح لك باب للجنة. فاعلم حبيبي في الله أن أمامك فرصة، سارع واغتنم هذه الفرصة. عمير ابن الحمام الصحابي الجليل كان من الأنصار، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم ويقول يعني هلم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عمير بن الحمام يقول عرضها السماوات والأرض، بخن بخن يا رسول الله،
يعني هذا شيء عظيم يا رسول الله. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أسعده بنظرة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما حملك يا عمير على أن تقول بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، غير أني أرجو أن أكون من أهلها. لا شيء، غير أني أرجو أن أكون من أهلها. فقال: أنت من أهلها، أنت من أهلها. فأخرج عمير ابن الحمام تمرات وأخذ يأكلهن ونظر إليهن، قال: أنتهي من أكل هذه التمرات فأقاتل في سبيل الله فأذهب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، والله إنه لوقت طويل. أن ينتهي من التمرات، الشوق جعله يلقي بالتمرات ويسارع للجهاد في سبيل الله، وكان أول أنصاري قتل في غزوة أحد، وفيه وفي غيره نزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. أحبابي في الله، اغتنام الفرص، الأنبياء والمرسلين كانوا يسارعون في الخيرات كما قال رب العالمين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. مسابقة سبحان الله. لما تسمع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه في موضوع تحويل القبلة واتباع المسلمين لمنهج رب العالمين، قال ربنا: فاستبقوا الخيرات. استبقوا الخيرات يعني عجلوا، أسرعوا. لما يفتح لك باب رحمة كما قال رب العالمين: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. من الذي يغلق باب رحمة الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي، نحن في بعض الأحيان نرفض هدية رب العالمين. لما رب العالمين يعطينا رمضان ولا نغتنم ولا نغترف من خيراته، نحن نضيع الفرصة الثمينة. لا تضيع الفرصة أخي في الله. الحمد لله، العشر الأواخر من رمضان على وشك الدخول، الإقبال. اسمع آخر ما سأقوله لك. موسى عليه السلام، واسمع إلى حب الله سبحانه وتعالى. لما يدخل حب الله إلى قلب العبد ينسيه كل حب في هذه الدنيا، فيصير حب الله سبحانه وتعالى أحب إليك من أي شيء في هذه الدنيا. لما ربنا يذكر المؤمنين في القرآن ويقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، قال ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. أشد حبا لله، حب المؤمن لربه أحب إليه وأكبر من أي حب آخر. ونصيحة، يعني هذا ليس الموضوع، لكن إذا أردت أن تدوم صلتك بشخص فأحبه في الله. زوجة لا تحبها لجمالها ولا لمالها، وإنما أحبها لله سبحانه وتعالى. والله إذا أحببتها في الله ولله دامت هذه الصلة في الدنيا وفي الآخرة. الأخوات، إذا أحببت زوجك أحبه في الله، ليس لأنه ما شاء الله ذكي وينفق على البيت، وأحبه لله. اجعلي الصلة في الله، لأن كل الأسباب تنهار بمرور الزمن. يعني المرأة الجميلة، يعني أعطيها مثلا كم سنة؟ سنة؟ لا مش سنة، 20 سنة، 25 سنة، وانظر إلى جمالها. أين جمالها؟ أين مالها؟ أين حسبها؟ الأب بيتوفى والأم تذهب والعم والحال يتغير. الذي يبقى هو الله، الذي يبقى هو الله. فإن جعلت صلتك بأخيك في الله، يا أختي وأختك في الله، إذا جعلت الصلة في الله سبحانه وتعالى دامت الصلة واتصلت بفضل الله سبحانه وتعالى. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أحب لله،
أحب لله سبحانه وتعالى. الأنبياء والمرسلون كانوا يحبون في الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. قال ربنا عنا مسلمون، نحن المسلمون، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا. واسمع لموسى عليه السلام عندما يواعده رب العالمين، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. موسى عليه السلام أخذ بني إسرائيل وذهب لميقات رب العالمين، فتلكأوا قليلا فتركهم موسى وسبق، فقال له ربنا: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ كيف جئت وحدك يا موسى؟ أليس قومك معك؟ قال: يا ربي. قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الشوق جعل موسى عليه السلام يترك بني إسرائيل خلفه ويأتي. هم عارفين الطريق، حياتهم هم في الطريق، لكن أنا لا أستطيع أن أنتظر. حبيبي في الله، لو أحببت الله سبحانه وتعالى كحب موسى لله، ونسأل الله أن يرزقنا حب موسى لله وحب الله لموسى، ونسأل الله أن يرزقنا حب محمد لله وحب الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، والله ما أسعدنا، ما أسعدنا لو أحببنا الله سبحانه وتعالى من قلوبنا. والله يا أخي، سبحان الله العظيم، لما تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي لعلي الراية ويقول له: لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من الدنيا وما فيها، ويدخل علي الحصن يكون همه ليس قتل الأعداء وإنما محاولة الهداية، أن يهديهم إلى الله سبحانه وتعالى، وينزل ربنا سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. عمر بن الخطاب قال وقتها: والله ما تاقت نفسي إلى الإمارة إلا في هذا التوقيت، يحبهم ويحبونه. يحبون الله، نحن نعلم، نحن نحب الله سبحانه وتعالى، لكن أن تنل شرف أن يحبك رب العالمين، هذا هو الشرف. وعجلت إليك ربي لترضى. لما تحب رب العالمين سبحانه وتعالى تسارع في الخيرات، تسارع للاغتنام من هذه المواسم، تقوم لصلاة الفجر نشيطا متحمسا، لأنك ذاهب للقاء الحبيب سبحانه وتعالى، أنت ذاهب لتقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى. قلنا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لو فتح الله لك باب رحمة لا تغلقه. يعني نصيحة لنفسي أولا ولحضراتكم، في العشر الأواخر، يعني قال بعض العلماء أنك لو وافقت ليلة القدر كان العمل فيها مضاعفا، أجر العمل فيها مضاعفا، هذا قول لبعض العلماء. يعني الصدقة عادة تكون بسبعمائة ضعف إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إذا كانت في ليلة القدر فهي يعني أضعاف، خير من ألف سنة شهر، خير من 1000 شهر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. عمل ليلة واحدة، صدقة ليلة واحدة، صلاة ليلة واحدة خير من 1000 شهر. كلمة طيبة، إصلاح بين متخاصمين، زيارة مريض في المستشفى، سبحان الله، مسامحة شخص لوجه الله خير من 1000 شهر. لذا أحبابي في الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. ربنا سبحانه وتعالى، وأقولها صراحة لحضراتكم، وأنا لا يطلب مني كإمام للمسجد أن أشارك في الفاند ريزنج، أنا لا يطلب مني هذا الأمر، فإذا قلت لكم شيء فهذا تطوعا، إحساس بالمسؤولية، وأنا واحد منكم الآن، ولست ممن يدعون الناس للتبرع للمسجد، لكن ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لما يفتح لنا رب العالمين فرصة للتصدق ومساعدة المسجد، والله يا أخي هذا باب من باب الجنة، هذا باب من أبواب الجنة.
ولا نقول هذا الكلام لأن هناك مصالح شخصية، ولكن هناك مشروع ضخم يا أخي في المسجد سيقام سيجعل الشباب يأتون أكثر لبيت الله، حتى كل النشاطات الشبابية التي تمارس خارج المسجد والله وحده عليم بما يحدث فيها ستكون تحت نظرنا نحن، تحت رقابتنا نحن. بنات وأولاد مسلمون يأتون إلى المسجد يمارسون نشاطات رياضية وثقافية ودعوية وأشياء في بيت الله سبحانه وتعالى. فإن استطعت أن تشارك فهذا لنفسك، يعني إن استطعت أن تفعل شيئا فهذا لنفسك، إن لم تستطع فالحمد لله، على أقل تقدير يا أخي أدعو الله سبحانه وتعالى للمسجد أن يظل دائما وأبدا مفتوحا، وأن يظل دائما وأبدا منارة للإسلام وللمسلمين، وأن يظل مصدر جذب لغير المسلمين يأتون يشاهدون فيه الإسلام، يشاهدون فيه المسلمين الحقيقيين أنتم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مسجدنا وأن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. آمين رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، خذل عنا ولا تخذلنا، أكرمنا ولا تهنا، لا إله إلا أنت سبحانه أنك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا للصلاة يرحمكم الله، استووا اخشعوا في صلاتكم، أقبلوا على الله بقلوبكم، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام